أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. الصف الأول المتوسط، الإملاء صفحة 7، حل التمارين صفحة 70. التمرين الأول: كيف تميز التاء المبسوطة يعني الطويلة من التاء المربوطة من خلال اللفظ؟ مثل لذلك بأربع جمل، يعني 2 للتاء المربوطة و2 للتاء المبسوطة. التاء المبسوطة تلفظ تاء واضحة سواء كانت في درج الكلام يعني خلال الكلام أو عند الوقف عليها. مثال على ذلك: حضرت أختي، حضرت أختي، التاء هنا جاءت في درج الكلام. يعني شنو في درج الكلام؟ يعني جاء بعدها كلام. حضرت أختي، حضرت، لاحظي التاء تلفظ وهي في درج الكلام. 2، جاءت الفاطمات، التاء جت في درج الكلام بكلمة جاءت والوقف عليها الفاطمات لفظت. إذن حضرت أختي، التاء تلفظ وهي في درج الكلام، حضرت. جاءت الفاطمات، التاء تلفظ عند الوقف عليها، فالتاء المبسوطة تلفظ تاء واضحة سواء جتي أو جاءت في درج الكلام يعني خلال الكلام أو عندما نقف عليها. 2، التاء المربوطة أم الدائرة أو التسعة أو فوقها نقطتين، التاء المربوطة تلفظ تاء واضحة في درج الكلام إذا جت خلال الكلام، وتلفظ هاء هاء عندما نقف عليها. خديجة، خديجة، لاحظي التاء ذا ألفظها، مهذبة، مهذبة، ما ألفظها التاء في كلمة مهذبة يعني وقفت عليها، وقع عند الوقف عليها. حضرت فاطمة، حضرت فاطمة، حضرت فاطمة، لاحظي التاء في كلمة فاطمة تلفظها، لماذا؟ لأننا وقفنا عليها. لو غير جملة أقول فاطمة مؤدبة، تلفظ التاء في درج الكلام. عندنا تمرين رقم 2، يقول صحح الأخطاء الإملائية برسم التاء في القطعة ذاكرا السبب. لاحظ، خلي الكتاب أمامك، مكتوب المكتبة المنزلية، تعوفي الحل الموجود في هذا في حل التمارين، بعدين راح نعود عليها. خلي نشوف الموجود بالكتاب، صفحة 70، نقرأ الشيء الأخطاء الموجودة حتى نلاحظها. المكتبة المنزلية، المكتبة المنزلية، لاحظي الخطأ الأول، المكتبة كتبت بالتاء الطويلة أو المبسوطة، خطأ. ليش؟ شنو سبب الخطأ؟ لأن احنا قلنا كلمة مفردة وقبل التاء فتحة فتكتب تاء مربوطة، يجب أن تكون التاء في كلمة المكتبة مربوطة، بعدين نشوفها بالحل. المكتبة المنزلية، لاحظي المكتبة خطأ، الباء قبل التاء هي كلمة المكتبة، اسم مفرد وقبلها مفتوح قبل التاء، إذن هذا الحل خطأ أو الكتابة خطأ، يجب أن تكون تاء مربوطة. المكتبة تصير المنزلية، صحيح. صارت، صارت، صار فعل ماضي، التاء تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة إذا لحقت الفعل لا تكتب مربوطة وإنما تاء الساكنة، إحنا خدناها تاء مبسوطة أو مفتوحة، هذا الخطأ. صارت يجب أن تكون تاء مبسوطة أو مفتوحة. من ضروريات، صح، جمع مؤنث سالم، فهذا صحيح تكتب تاء طويلة أو مبسوطة. الحياة، الحياة قبل التاء مفتوح فتكتب تاء مربوطة. في البيت، في البيت، خطأ كلمة البيت، صوت، حوت، بيت، تاء مبسوطة. القراءة، صحيح،
الحرة الراء مفتوحة، إذا خطأ كتابتي هنا. الكلمة إذا كانت مفرد وقبل التاء فتحة فتكتب فتحة تاء مربوطة، الحرة خطأ، لازم الحرة تاء مربوطة. نافذة صحيح، يتزود من خلالها القارئ بالمعلومات. معلومة جمع معلومات، جمع مؤنث سالم خطأ، المعلومات خطأ، جمع المؤنث السالم تاء طويلة. والمعارف المختلفة، المختلفة قبل التاء كلمة، هي كلمة مفرد قبل التاء مفتوحة، إذن تاء مربوطة، المختلفة. فإن امتلكت أخذت درست، فإن امتلكت أخذت درست، تاء الفاعل، فيجب أن تكون تاء مفتوح، خطأ هذه. مكتبة، 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 اسم مفرد قبل التاء فتحة، إذن يجب أن تكون تاء مربوطة. منزلية صح، فعليك الحفاظ عليها ولا تبخل بإعارتي. إعارتي اسم مفرد وقبل التاء حرف مفتوح، فيجب أن تكون تاء مربوطة، خطأ هنا. الكتب إلى الآخرين، لأن العلم مكنوز فيها وزكاة العلم نشره. هذا قرأنا الكلام، لاحظ الحل، راح نعيد الحل. المكتبة المنزلية، يجب أن تكون المكتبة بالتاء المربوطة، المنزلية صحيح. المكتبة المنزلية تاء في كلمة المكتبة، يجب أن تكون التاء مربوطة. المنزلية صارت، صارت فعل، تاء تاء التأنيث الساكنة خطأ، هذه تكتب صارت تاء مفتوحة. من ضروريات صحيح، جمع مؤنث سالم. الحياتي اسم مفرد ما قبل التاء مفتوح، إذن الألف هنا الحياتي تاء مربوطة. في البيت خطأ، البيت يجب أن تكون البيت مثل اسم مفرد، بيت حوت صوت تاء مفتوحة مبسوطة، فالقراءة صحيح. الحرة خطأ، الحرة قبل التاء حرف مفتوح، فيجب أن تكون تاء مربوطة. نافذة صح، يتزود من خلالها القارئ بالمعلومات، خطأ، معلومة، معلومات جمع مؤنث سالم، فيجب أن تكون تاء مبسوطة أو مفتوحة. والمعارف المختلفة تاء مربوطة. فإن امتلكت أخذت درست، تاء الفاعل، يجب أن تكون تاء مفتوحة أو مبسوطة، هذه خطأ، امتلكت يجب أن تكون بالتاء المبسوطة أو المفتوحة. مكتبة تاء مربوطة. منزلية فعليك الحفاظ عليها ولا تبخل بإعارة، ره ره مفتوحة، بإعارة تاء مربوطة. الكتب إلى الآخرين، لأن العلم مكنوز فيها وزكاة صح العلم نشره. تمرين رقم 3، اختر التاء المناسبة للكلمات. أدوات، المنزل مفيدة، أدوات، أدوات، أدات، أدوات، جمع مؤنث سالم، فيجب أن تكون تاء مبسوطة. تربة، تربة الحديقة محروسة، التربة، تربة، 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 قبل التاء مفتوحة، إذا التاء لازم تكون مربوطة، تربة الحديقة محروسة. يموت، يموت، الورد إن لم يسقه، يموت، تاء مفتوحة، هذه من أصل الفعل، إذا حذفناها يختل المعنى، يمو ما لها معنى. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت، السكوت، تاء مفتوحة أو مبسوطة من ذهب. شاركت المرأة في بناء الوطن، شارك فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وكسرت للتقاء الساكنين، إذا هنا شاركت تاء التأنيث الساكنة، يجب أن تكون تاء مفتوحة أو مبسوطة.